وإلى أكره، حيث أعلنت دائرة الصحة في المدينة تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا. الزميل محمد تركي يحدثنا عن التفاصيل. نعم، مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي زاغروس العربية. يعني مدينة أكري يوميا تسجل إصابات بفيروس كورونا. يعني خلال ال 24 ساعة الماضية سجلت مدينة أكري 9 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي في مدينة أكري إلى 204 إصابات. وأيضا لدينا 3 وفيات منذ أن دخل فيروس كورونا إلى مدينة أكري. هذه الإصابات ظهرت 3 منها في مجمع نيرجسلاند، فيما كانت إصابة حاضرة في قرية كوتشاري ومثلها في ناحية قردسين. فيما الأحياء التي ظهرت فيها إصابات خلال 24 ساعة الماضية في مدينة أكري هي أحياء كردستان وأيضا حجي غني وأيضا خرقة وأيضا قابكي. في كل هذه الأحياء ظهرت إصابة، كما ذكرت وصل العدد إلى 204 إصابات. فيما الإجراءات الوقائية ما زالت مشددة هنا في مدينة أكري، ومديرية الصحة تطالب الأهالي بالالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم تفشي فيروس كورونا أكثر وأكثر في مدينة أكري. فهذا جل ما موجود حتى الآن هنا من مدينة أكري.